مساء الخير عليكم. أهلا. مرحبا بيا عندكم. النور مرحبا. الله يسلمك. يعني كي نشوفوا احنا عندنا في الجزائر عندنا انواع بزاف تاع الحلويات التقليديه الجزائريه، ورانا نشوفوا اليوم اللي تصدرت قائمه الحلويات في العالم، من بينها مقروط اللوز اللي اليوم راني في ضيافتكم. نعرفوا بلي مقروط اللوز الحلويات التقليديه الجزائريه عندنا تاع العراس لازم لها اللبسه التقليديه الجزائريه. نقول ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. الغليله ياك والكرك، هذه الغليله وهذا الكرك، وميمي راهي لابسه الكرك. ميمي هي بنت السيده خديجه جكون اللي راهم دوكا ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، يديروا دي غوسات، يديروا دي فيديو وكل حاجه. شوفي انا ما قبلتش هاني المقروط، تقدري تدوقي لنا المقروط تقولي لنا رايك. كليت قاعده لهنا دقت حبه بالطبع مرمل. الله الله بزاف بنين مقروط اللوز، ما شاء الله عليك. الله يسلمك. قولي لي نشوفوا باللي صح الحق مقروط اللوز العالميه وتصدر وكل حاجه، بصح هنا في الجزائر ما راناش نشوفوا مهرجانات كبار للترويج بالحلويات تاوعنا. مازال ما شفناش مهرجان كبير نعرضوا ليه الناس من الخارج ويتعرفوا على اكلنا وحلوياتنا وكل حاجه. من جهه التقصير من اين؟ جهة التقصير ما كانش اللي ينظم مهرجان كبير، يعني ما كانش واحد جات في باله باش يدير كاش هكذا مهرجان كبير. مهرجان ماهوش يعني في لسانبرغ، هذا جهة ديرها الدولة، لأنه الناس الخواص صعيب باش ديري مهرجان. كاين ديزيفينمون صغار يسموهم مهرجان، المهرجان راهو حاجة كبيرة ماشي غير هكذاك برك نديرو مهرجان. وبالنسبة للحلويات التقليدية الجزائرية باش نوصلوها للعالمية، نطلب من كل وحدة في الدول العربية ولا في الأوروبية الجزائريات اللي راهم مقيمين فيهم، نقول لهم ديروا حلوياتنا. كيما أميرة راكي مقيمة في، ما نعرفش ندير الكاطو أنا، ما نعرف درت لهم عرايش قد الخمسة قد الخمسة. كيما سيد تعلم الحلوى نعرف ندير مقروط، راكي تعرفي. نعم درت شارك ندير مقروط وخرجي كلش الأجانب تما عرفيه. داقوه اختار عليك نشري نشري من طيب برك نشري وداقوه معاك تدي منا معاك وتذوقي حلويات يعرفوا يدومونديو بزاف المقروط. هذا نوع من انواع الترويج، يقولوا لي مقروط المقروط يموتوا على المقروط تاعنا. هذا نوع من انواع الترويج صح. هذه يعني من بين حلوياتنا التقليديه الجزائريه اللي نضيفوا بها. انا حبيت نوجه سؤال ميمي، مادامها هي صغيره وجايه للدنيا، ما تشوفيش باللي كي نديرو بزاف ديكوراسيون في الكاطو تاعنا، ولا نديرو دي موديل جدد بزاف، ولا نحولو من هذيك الاصاله تاعو؟ شوفي سا ديبون لا ديكوراسيون. تفضلي. كيما دي فوا كيلهم يديرو الريش فوق الكاطو، سا سفي با. الريش ما يتكلش. الريشه فوق الكاطو سا سفي با، والزياده اللي ما تاثرش على الذوق. كيما هنا كيما هنا مقروط اللوز ما اطرنالوش على الذوق، قعد مقروط اللوز زدنا له اون فلوغ اللي تزينو تعصرنو. فهمتك. هذه هي. فهمتك. ما لازمش نخرجوا مثلا لا فوي دوغ. لا فوي دوغ في الاصل هي ورقه ذهبيه، ما راهيش ورقه ميتاليك هكذاك برك، هذيك هي معدن. هذيك الورقه ما لازمش نديروها في حلوياتنا التقليديه مثلا. كاين اضافات كيما هذوك لي بايات، راكم تشاطروني الراي، انتم كي تشوفوا حاجه بزاف بايتي ولا بزاف شارجي يهرب منها القلب، ما تقدروش تاكلوها. يبقى المقروط التقليدي الجزائري، ماذا بينا نحافظوا على القاعده. كاين بزاف اللي ولاو يركزوا على الشكل اكثر من المضمون، خطرات نشوفوا حلوه بزاف شابه تجي تعضيها تكسري سنتك. وكل ما كاين معليش نوجه واحد الرساله، كاين واحد السيده دايره في الصفحات تاعها تاخذ الديكور تاع الكيك ديزاين وتحطه في الحلويات التقليديه الجزائريه. نقولها سيدتي توقفي عن تشويه الحلويات الجزائريه، ما تسميهاش غوايال، حنايا ما راناش مملكه، حنا كانوا عنده جازوا علينا البايات وجازوا علينا، تقدري تسميه خبز الباي، تقدري تسميه كيما سماو جداتنا وامهاتنا، بصح ما نقولوش هذيك الحلويات نزيدوا لها هذيك لاباتا سوكر ونشوهوها ونقولوا شابه، هذيك راهي حلويات ماشي شابه، نزيدوا لها الريش ونديروا لها هذوك، لا لا، لازم نحافظوا على اصالتنا، على خاطر الاصاله تاعنا يقول لك من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل له. احنا لازمنا نحافظوا على تقاليدنا هكذا باش ما يدوها الناس، خاصة مع السرقة. مع السرقة، لأنه كل واحد يقول لك هذيك تاعنا، وحتى حلوياتنا ولينا نشوف تزيريات ولينا نشوفوهم في دول واحدة أخرى ويقولوا تاعهم. حاجة ماشي مليحة، يعني ماذا بينا حنا المسؤولين على حماية تراثنا.